سارة وأنا زكريا وأنا متاج من قناة فريدز فاميلي. طبعا اليوم رجعنا لكم تحدي جديد مع الكاز. فكرة تحدي اليوم إن راح نربط إصبع الإبهام وراح نسوي أشياء بدون إصبع الإبهام. يلا نبدأ بالفيديو. أول شيء بنبدأ بالماء. ما قادرين نفتحه. أول شيء المايك كان صعب إن نفتحه فما قدرنا نفتحه. بيلا نبدأ بالشيء الثاني. والحين راح نبدأ بالكومبلكس. الحين لو بنبطل الماس بنجيب له نقدر نحط حق أربع أصابع ولا لا؟ غلط بالأسنان. أيوة غلط. قالوا ليش بأربع أصابع؟ فكيف؟ بنخش. شوفوا كذا بسهولة. كيف رتاج بسهولة؟ أيوة حلو واجد. بس سارة الوحيدة لا. أيوة حلو. الحين ثلاثة. لا أنا رتاج اثنين وفي واحد. انا يلا نبدا اللي بعده. الحين راح نضخ العطر ونشوف اذا نقدر نضخ العطر بدون الابهام ولا ما نقدر. انا لا مشي بسيطة شوية. تخلي زكريا يجرب بدون ما تستخدم ابهام. يلا فتح العلبة. راح نفتح علبة بدون الابهام. اربع ايام صعب. خلي رتاج تجرب. تعمل لك لا انا لا كده ولا كده صعب. يعني صعب خلاص كده. ها ما نستخدم الأسنان. إيه لا هذه الشاشة من أول الفيديو. وأنت تستخدم وأنت لا استخدم هذا جاي عشان أصفد شوية. هو الإبهام داخله خلاص. سهل. أيوة سهل. الفيديو صار غشاشة. ايوه كل الفيديو هاي تكتبي تحت ان صار غشاشة في هذا الفيديو. والحين اخر دورة دولة. والحين اخر الحين اخر دولة. انا الحين اخر دولة.
الآن سنحرر أنفسنا. إلهاني! آي! أو ماي جاد! يا داي! هذا الثاني يا ماما. وانا 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 يلا ان شاء الله عجبكم الفيديو. لا تنسوا اللايك شير وسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.